خش يا واد، خش خش يا مقصوف الرقبة يا تعب قلبي يا هادت حالي. أسيبك يا واد أنت ساعة واحدة ما فيش غيرها، أرجع ألاقيك يا حبيبي كده موسخ هدومك بالشكل ده برضه. ده كلام كنت بقى مع الواد إسماعيل وأهل في الأرض وبيحمل فاول. مين الراجل الطويل العبيط اللي كان بيلعب معاكوا ده؟ هو يحسب الفاولات وانا قلبي ينقطع في الغسيل. ده كان حرايا بلانكي. الهي يندرب في قلبه، ضربة حرة غير مباشرة. يا شيخ تجننتي. يا لهوي العيال خدت بالها. ايوة. مساء الخير. مساء النور. مش شقة استفاني برضو؟ ايوة يا حبيبتي وانا الست بتاعتك. اهلا وسهلا. انا يا زيزي. اهلا بيكي. خطيبة نصر زميل. اهلا اتفضلي يا حبيبتي. شكرا اهلا شكرا. وسهلا اهلا اتفضلي ارتاحي. شكرا. اهلا وسهلا. الحقيقة انا كنت جايلك في موضوع بس مش عارفة ابتدي ازاي. قولي يا حبيبتي. فهمي ونصر ممكن يتحكم ببراءتهم يا است زينب لو عملنا لهم تظلم. المحامي بتاع نصر هو اللي قال لي كده. ده كمال افندي صاحب فهمي كان هنا وقال لي كده برضو. هو رغر يبقى المحامي بتاعي صادق وقال ان الحاجة اللي ناقصة الفلوس. المحامي بتاعي طلب 900 جنيه بيني وبينك اتصرفت في 300 ومش عارفة اتصرف في الباقي. يا ريتك جيت انت ولا كمال بدري عن كده يوم واحد بس. ليه اتصرفتي في الفلوس؟ لا بس كان صاحب البيت هنا يمكن كان ساعدني. طب هو فين؟ راح بورسعيد اصله عنده شغل كتير. اصله عقبال امالتك مهرب كبير قوي قد الدنيا. اه طب استاذن انا. على فين؟ مش تشربي شاي ولا قهوة؟ معلش نشربها يوم براءتهم يا حبيبتي. مع السلامة يا حبيبتي. ربنا يكرمك يا رب. يا عم يا رجل ايه اللي حصل؟ يا عم رجل ايه اللي حصل؟ مالك فرحانة قوي كده ليه؟ افرح ايه اللي في وشك ده؟ ايه اللي حصل لك بالظبط؟ فاهمين ايه يا اخي؟ كنت بلعب القطه بتاعتي. الله تعمل القطه انت حطها فوق دماغك عشان تخربش في دماغك. يا ريتها خربشت نافوخك من جوه. خلصتني منك يا شيخه. يا رب تموتي. يوسف ايه مالك في ايه؟ الزراعه يا يوسف. اه السبب في اللي جرالي ده. اه مين؟ لفندي اللي فوق. اه الاستاذ مجدي كلك دماغ؟ ما هو دماغه كده. ها كل دماغ عبيط ياكل دماغه وروح فيها. امال ايه؟ يبعت لي في مهمه علشان ياكلوني دماغ هناك وهو يطلع منها زي الشعره بالعجيب. ركزي مره معايا. ركزي مره معايا. ركزي مره معايا وقولي لي ايه اللي حصل معاكي بالظبط. رحت شركه التلفزيون. طب ركزي ما تعيطيش بس. ايه اللي حصل في شركه التلفزيون؟ ضربوني ضرب. يا ساتر يا رب. باين عليك. بعدين وعارف ضربوني ازاي؟ ازاي؟ زي العلقه اللي بياخدها الحرامي لما يتمسك في عرزة. عارف بيعملوا فيه ايه؟ بالجسم. بس معنويا. معنويا لسه. انسانيا. على فكره بقى دلوقتي بس عرفت وتاكدت ان عندك شرخ في نافوخك في السايكولوجي. وانت عندك شرخ في سقف حالك. ما ايه ده؟ إيه؟ على فكره انت عارفه مكاني كويس. فين؟ مش هقول لك. سلمتني. تعال تا 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 تعال فوق. لا تتعجب انها اراده الله. ايه ده؟ انها اراده الله. ايه ده يا نجلاء؟ يا ناس يا شر كفايه يا ارض. ايه اللي عمل فيكي كده؟ حضرتك نعم. اصل في شركة في شركة التلفزيون قابلوا ناس طيبين كويسين ولاد حلال متربيين قابلوها كويس. دي السكرتيرة ده رئيس مجلس الإدارة ورم. ايه اللي خلاك تروحي شركة التلفزيون؟ يا استاذ مجدي مش حضرتك قلت لي روح هات المستندات اللي بتاعت التلفزيون اللي كان قد كده وتخنوه قد كده ودخلوه في ال ده كلام يا نجلاء؟ في حد يروح يجيب مستندات ضد مجرم من المجرم نفسه؟ يا بيه انا روحت شركة التلفزيون ودخلت قلت فين صاحب الشركة دي؟ بعنجهية كده راحوا مدخليني عليه. قلت له ايه حكاية التلفزيونات المسروقة يا حرامي؟ فخلقته لرئيس مجلس الإدارة. بتقول له يا حرامي كملي. ايوه بس يا بيه مد صباعه وداس داس داس من هنا ولقيت جميع البشر من اركان الدنيا الاربعة بيضربوا فيا. مش ده اللي قلقني بقى يا بيه؟ اللي قلقني صوت غريب سامعاه في ودني قلقني كده اهو. الله ايه الصوت ده؟ اتاريه صوتي من كتر الضرب والجعير يا بيه. لحتى الله يستره الله يكرمه الله يرزقه بالذريه الصالحه. مين ده؟ مين؟ واحد امير. انقذك؟ لا فقعني شلوط نطرني بره لقيت نفسي في حجر واحده ست جايه في الاتوبيس اللي جاي على هنا.
حبيبي انا اللي كنت معتمد عليها في موضوع بكره. ايه موضوع بكره ده؟ ايه بيه؟ موضوع محاكمه بتوع شركه الكهرباء للاستئناف. الاستئناف اللي هيبقى نقد. ما انت الاستئناف معاك يبقى نقد. يبقى نقد لعبتي يا بيه. لازم اروح للعبتي. اسمعي بقول لك اسمعي بيه، قبل ما تروح بقى لازم تديها العنوان، لان دي ان شاء الله المره دي هتجيبها من عند المفتي. على رايك. اسمعي. نعم. اوعي تروحي لوحدك، تاخدي يوسف ومعاك المصور. لا يا بيه انا اروح لوحدي. لا تروح لوحدك ايه والضرب؟ عشان ما يحصل لكيش اللي حصل. ثم بقى انت ايه في ايه؟ مالك؟ انت بيه كترت كده ليه؟ كترت؟ الله انت إيه؟ انت 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 ما قلتش ليه انك جايب اخواتك معاك؟ الله الله اهلا وسهلا. ثم بيه انت مش واثق فيا ولا ايه؟ انا ما حدش ابدا يقدر يمد ايده عليا خالص، ده انا اللي يضربني ده انا. لا انت تتضربي بقى حلوه قوي. تتضربي حلوه قوي. من اي وقت انت وانت نازل بروح اضربك. اي واحد في الشارع هيشوفك انت الضرب الاحمر اتسمى عليكي. استنى بس يا يوسف، اسمعني. ايوه بيه. ما تروحيش لوحدك، تاخدي يوسف عشان يسندك. اذا كان يسندني معلش. اسندك معلش، اسندك بس بعد ما تتضربي. يلا يا فهمي. فهمي فهمي. زين. والنبي يا اخويا الله يستر. ممنوع يا ست. يا اخويا جايبه له الاكل طالب مني اكل. قلنا ممنوع. مين بكسبه يا اخويا؟ منبر ولحمه راس. جبت المنبر؟ ايوه يا اخويا. والشطه. والشطه كله. ازيك يا سعيد؟ خلي بالك. خلي بالك من يومك يالا. ما تاكلش ده الا في العربيه. امرك. اوعى تروح بيه المحكمه. يلا. السلام عليكم. على السلامة يا اخوي. اطلع. خش. حاسب يا فهمي، ايدها هتتخلع. بسم الله. حاسب ما تشوف. مش عارف اكل. بلاش فطار بقى النهارده. لو سمحت ممكن تفك الكلبشات ثانية واحدة؟ ممنوع. بلاش احراج يا نصر، ده حي الله. لا راح ولا جه عسكري، ما اقدرش افك الكلبشات. الراجل ما كلش من الصبح على لحم بطنه بقاله 7 ايام. مش ضروري، مش ضروري يا اخي، تهزقوه بعدين. تاكله بسرعة، دي مسؤولية. أفك. طبعا بسرعة. ربنا يسترها معاك، انت راجل امير، ربنا هيخليك ظابط ان شاء الله. ان شاء الله. ظابط. خد امسك. خد ادي لي ولادك، امسك. بسرعة خد الورق ده وعلى المطلع. من غير مراجعة؟ أنا راجعت. حاضر. السلام عليكم يا بيه. سلام يا نجلاء، عادي. أما يا بيه بقى، النهاردة العالم بقت آخر تسيب، حتى الحرامية بقى عندهم تسيب. تخيل سيادتك محكمة طويلة عريضة منصوبة، والقاضي قاعد محترم، والستات راحة متكلينة، وأنا قايلة إن أنا جاية، يوم الحرامية ما يجوش. قصدك تقول إيه؟ أنا مش فاهم. المحكمة انعقدت والقاضي موجود والمتهمين ما جوش؟ أهو ده اللي حصل. قولي إنك كسلتي وما رحتيش. المصحف الشريف رحت يا أستاذ. أمال يوسف فين؟ سبته هناك في المحكمة مع صحابه. معقول ده يا نجلاء؟ تسيب زميلك من غير ما تعرف الظروف المحيطة بالعملية إيه؟ لا يا أستاذ مجدي بقى، دي مسألة كرامة بقى مؤاخذة. كرامة إيه دي يا نجلاء؟ الله. معقول يعني سيادتك تدي ميعاد مثلا جنب تمثال نهضة طلخة، ويوم اللي جاي ده ما يجيش خالص يعني؟ يعني أولا دي مسألة كرامة، ثم العيال الحرامية دول ما جوش وأنا لازم أخصم عليهم هذه العطل عشان ما يعملوش الحركة دي تاني أبدا. يا شيخة اتكلمي كلام معقول. محكمة تنعقد وقاضي موجود والمتهمين ما يجوش؟ والله. والله العظيم أنت هتجننيني يا شيخة. إن شاء الله اللي يكرهك يا بيه. نعم. في واحدة صحفية مثقفة خريجة جامعة أمريكية تقول إن شاء الله اللي يكرهك؟ خلاص. ان شاء الله اللي يحمل لك الضغينة. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا اللي حصل؟ ايه؟ الاتنين الحرامية بتوع شركة الكهرباء هربوا من السجن. ايه؟ هربوا؟ ايوه. ده فعلا تسيب. ازاي الناس دي تهرب؟ انا قلت الحرامية دول خطيرين ويجب اعدامهم. اسمع يا يوسف. ايوه. الحق وفاء
وهات منها المقال المعدل للنشر وطلع لي حالا. اوكي اعدام الاثنين. يلا يا يوسف. طيب ماشي. هروبهم ده لطمه في وش المجتمع كله. تسمح لي يا فندم اتابع موضوع الهروب بنفسي؟ نجلاء اعملي اي حاجه انت عايزه تعمليها. شكرا قوي يا فندم. على فكره يا فندم انا هرجع لسيادتك ان شاء الله بمصيبه. نعم على دماغ قلة الادب اللي غيرها. اتفضلي يا نجلاء. ايه ده؟ قوم. مش قادر. لو استنينا اكتر من كده هنتقفش. سيبنا اخد نفس شويه صغيرين بس. اسمع اسمع نصر، نصر احنا لازم نفترق عن بعض. احنا نفترق وكل واحد يروح من ناحيه ونتقابل في مصر. ايوه صح ماشي كلام، وانت تاخد الفلوس وفص ملح وداب. اصل هروبنا مع بعض صعب. رجل على رجلك يا فهمي، ما تحاولش، مش ممكن اسيب عيني تغفل عنك لحظه واحده. طب قوم قوم قوم. شد يا فهمي، شد شدني، شد يا فهمي شدني. ايوه هيودينا على فين؟ انا عارف، المهم يخرجنا من المنطقة دي. وبعد كده؟ وبعد كده كل واحد يروح لحاله. والفلوس؟ ايه؟ الفلوس. اه صحيح الفلوس. ناوي تلهفها؟ ما تبقاش لقاق، اول ما يخش الليل نطلع الفلوس وننتهي منها. إيه؟ ونقسم على اتنين؟ لا نحط كمان نصيبه في البنك. إيه؟ انت شايلهم فين تاني؟ شايلهم فين؟ رايح في 60 داهية. حضرتك يا بيه يا بنت عقل انا حبستك، هديك فلوس. بص يا بس ما بصكيش هموت هموت يا شيخة يا شيخة. بص هديك بوسة بوسة لله يا شيخة. يا بنت هديك فلوس يا بنت، يا بنت هديك فلوس يا شيخة، هديك بريزة. ارحميني يا شيخة يا شيخة ارحميني، هديك فلوس والله هديك بريزة. حرام عليك يا بنت، فلوس كتير قوي قد كده. ده انا يتيمه وغلبانه. يا بنت اسمع الكلام بقى، ما تبيش بقى تنزل. اللي بتعمله ده يا قليل الادب. ايه ده؟ انت حراميه ولا ايه؟ اه حراميه، ولو انت راجل صوت ولم علينا الناس. احنا نفضحك يا قليل الادب والاخلاق يا بتاع البلاد. يا مجرم يا وسخ اعبر. لا 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 يا ست. لا لا بلاش الست. انت قاوي. ضرب يا اخويا بلاش بلاش. بص يا باريزه ده كيلو الباميه ب 170، كيلو الباميه ب 170 قرش. صوت صوت يا طفل بتاع البنات. يا ست يا ست مهيا اسمها ايه؟ صوت. قول اه. ما تعملوش زي ما انتوا عاوزين. خد اتعم عطوي فتشوا. طلع يا هات يا ابو. اسكت اسكت. يا هو يا جبان فين معاك؟ يا هو اسكت ولا كلمه. خد شدوا معاك امسك يا بوي. اسكت ولا كلمه. اسكت 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 احسن ما دام ده. اسكت 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 اسكت. خد امسك ايه؟ توبه يا بهاده توبه.
عندي فكرة، ما تعدي على مرات فهمي، يمكن بعد ما خرج من السجن اروح لها. والله يا فهمي تكوني قدام عيني بعيد عن التلفونات، وقت ما احتاجك القاكي. انا مش جارية عندك. اه قولي بقى انك عايزة تبقي في مصر عشان تدوري على حل شعرك. انا ما اسمعلكش طول الكلام الفارغ ده. عارفة عندنا الست اللي تعمل كده واللي تقول كده يحصل لها ايه؟ الكلاب متعرفش لها طريق جرة. سيبني، مش مسافرة معاك ولا عندك اعمله. ايه؟ يا متوحش. بالله العظيم ثلاثة لا انت مسافرة النهاردة في التو واللحظة. ست ممدي اتفضلي انت من غير مطرود. انا بقى هجيب العربية دلوقتي والرجالة ونسافر. ها كتك باية. هتعمل ايه دلوقتي يا ليلى يا بنتي؟ دقيقة واحدة يا طن. الو. ايوه يا ليلى. الحقني يا مجدي، الراجل المجنون ضربني قدام مامتك ومصمم يسفرني معاه دلوقتي، ولو خدني النهارده هيجيلكوا خبري بكره. انزلي مع ماما وروحي بيتنا وانا هتصل بيكي هناك. لو رحنا بيتكم هيجي ورانا وبيهدلنا عندكم. مش هيلحق. اول ما توصلي استنيني على باب العماره وانا هفوت عليكي بالعربيه واخدك. حاضر، مع السلامه. هي قالك ايه؟ يسلم نفسه. يلا. حاضر يا اخويا. مع السلامة. انت زين؟ ايوه يا فندم. معايا امرك تفتيش. بخير يا فندم. انت طبعا تعرفي ناصر عبد البديع. ايوه يا فندم، كان خطيبي وفسخت الخطوبة بعد الحادثة بتاعته دي. فتشوا الشقة. وتعرفي طبعا انه هرب من السجن. يا نسبتي. وحضرتك مين؟ كمال فتحي. موظف هيئة الكهرباء. في احتمال ان نصر يحاول انه يتصل بيك. لو اتصل بيا هتصل على طول بالبوليس يا فندم. ضروري. حاضر. مفيش حاجة يا باشا. فطرت. يا حلاوة، اللعبة قربت على اخرها. امال تجنن. اهلا مجدي. ازيك يا ليلى؟ اهلا. اتفضلوا. ازيك يا سمير؟ ازيك يا مجدي. ايه المفاجاه الحلوه دي يا سيدي؟ ليلى جوزها مزعلها وعايزها تسافر تعيش مع ضريرها. الراجل ده باين عليه اتجنن. اضطرينا نيجي على هنا، خفت لا يطب علينا في البيت وبعدين يعتدي عليها تاني. الراجل ده عايز حته دين علقه ما يقومش منها تاني. هي ماما كانت هنا ولا ايه؟ لا. ليه؟ لانها بتقول نفس الكلام. اقعد اقعد يا ابويا. تعالى يا ليلى. اقعد يا ليلى. ايه امال فين سعاد ومجد؟ سافروا اسكندريه يا سيدي عند حماتي، قال لي ايه عزمهم على كابوريا. ايه انت خارج ولا ايه؟ انا كنت عايز اقعد معاكم شويه عشان اشوف موضوع ليلى، انما عندي شغل مهم جدا دلوقتي، هحاول ارجع لكم بسرعه. طيب معاك. السلامه يا سمير. ما تنساش يا مجدي لو خرجت قبل انا ما ارجع بسيب لي المفتاح تحت الدواسه. ماشي. سلام عليكم. مع السلامه.
اجيب لك حاجه ساقعه ترويك؟ ماليش نفسي يا مجدي. يبقى شاي. اصبح تعالى ندخل نستخبى في البيت اللي هناك ده. نفشونا. مين دول؟ اصحاب البيت. لا ده الظاهر عندهم فرح ولا طور. تعالى نلبس هناك ونستخبى. شخرمان وشخرمان بدنجان وبدنجان سكر سكرنا ليا سمبك سكرنا ليا عيتا ما بنجري جبليك باردري امبرود السجر مجريك باردري. اصحى معايا نقول كمان حدش مشغول البال حدش عنده سؤال. ايوه حدش مشغول البال حدش عنده سؤال. هجرني من غير سبب يا ابله، قول لي اعمل ايه؟ اسمع يا شابه، خدي الحركات دي وعلى شويه ويكه لخبطيه يشربوا 2 دقيقه يجيلك تحت رجليك ويقول لك يا حبيبي وحشتني تريري وعليك وغوشتني. امسك سلية يا سلسل، طلباتك ايه يا سنية؟ اتجوز عليا ما سألش فيا، اعمل ايه؟ وريلي انك رمتي من قلبك وخلعتي وتعوجي واعملي نسيا والشاغل يصبح مشغول، ولو قالك عشان تسمحيه على طول على بوزه وتروحي ضرباه بحق طلافولتا وعدوية. تعالوا تعالوا اركب الهوى واستر. ده احنا جينا لا من باب ولا من تلاسينا. امك جيت وابوك تلاسينا. لا لا انا شكمان وده عفركوش. اي واحده عايزه جوزها اي حاجه تطلب تقول عفركوش تلاقينا على طول. عايزه ايه يا اموره؟ ولا حاجه ولا حاجه. انت عايزه ايه يا فكوشه؟ عايزه جوزي. انفع ده انت برقبته نصب على البلد كلها يا ابن الحراميه. انا خدامك. ولما انت جبان كده وخايف بعتنا ليه وخليتنا نسيب صحابي العفاريت اللي على القهوه؟ اتكلم انت. انا في العرض بتاعك. اي حاجه يا طارق. هات الترموش ده. هات الهدوم اللي هناك دي. وانت اخلص اخلص. بتعمل ايه؟ بقى هو جوزها طالب منها الحاجات دي. هات الترموش فوق. اي حاجه بس تقول يا عفركوش. انت بتعمل ايه؟ امسك كل دي. هات يا حرامي. هات انا بتعمل ايه؟ جوزها كلها جوزك ايه؟ تعال انت هنا. اي حاجه جوزك يطلبها مني قول يا عفركوش وانا جاي على طول. الف سلامة. الف سلامة. الف سلامة. سلامة. انا 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 لا 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 بتوع بينا بينا ايه؟ لا دي فيها ناس. طب وبعدين؟ طب لا تيجي نخش. نخش ازاي؟ نخش ازاي ايه؟ درويش هموت يا درويش. هموت يا قدامي يا سلبي. وافتكر بعد معاملته ليكي بقسوه وعنف بالشكل ده القانون هيبقى في صفنا. يا ريت يا ريت يا مجدي كنت بقى اسعد انسانه. وانا كمان يا ليلى. ونتجوز؟ ونتجوز. ده لازم سمير اخويا. مساء الخير يا فندم. لو سمحت يا اخويا الوليه هتقول لا مؤاخذه. لا مؤاخذه الشاب عقبال عندك يعني. لا مؤاخذه. هموت يا درويش. معلش يا سلام. في ايه مالكم؟ في حالة وضع لو سمحت يعني. طب احنا خارجين ومستعجلين، تعالى اوصلك اقرب مستشفى. لا بس انا مراتي ما اروحش مستشفى. لو النبي ما اروح مستشفى مولد اللي عند امي. لو النبي ما هو البس يوم. اتفضل خش يا خش يا اختي. رايح فين يا هدى اهو؟ انتوا عايزين ايه بالظبط؟ شويه ميه سخنه عشان الست ترتاح شويه. هموت يا درويش. خلاص يا زلابي. هموت يا اخوي. خلاص يا اخوي. يا استاذ احنا مستعجلين ولازم نخرج دلوقتي. احنا يا اخويا مش مستعجل. اولد براحتي. لا براحتك يا زلاب. براحتها يا اختي. براحتها يا شباب. كلها ساعتين ثلاثه وترتاحوا. مني يا درويش. هموت.
دول هيقعدوا ساعتين ثلاثة. اه يا اختي ساعتين ثلاثة. انتوا هتقعدوا ساعتين ثلاثة؟ اه لما ينزل يا اختي. امال ايه؟ مالك ما هي مش انت مش مراته ولا ايه؟ اه بينها مش مراته. درويش ده بينها مش مراته من صاحبة العوامة. ما دي كمان مش مراتي. مع انها حامي انما مش مراتي. وان شاء الله هنجيب ولد. لا بنتي يا اخوي. ولد. لا والنبي بنت. يا اخي خلاص انت وهو. لا وهيك هيك. ماليش مخلفة. والله ماني مخلفة. اه هو انتوا؟ ايوه احنا. انتوا مش هتخرجوا الا لما نخرج مع بعض ونكون اطمنا تماما. انتوا كده بتضيفوا جريمه اخطر من جريمتكم الاولانيه، جريمه خطف. جريمه خطف؟ ده بقول جريمه خطف ده احنا اتعرفنا. اه بيتكلم زي الصحف اللي اسمه مجدي بدر ده يا سيدي. اه انت فهمي سويلم وانت نصر عبد البديع الهربانين من السجن النهارده. انا هبلغ البوليس حالا يقبض عليكم. طب بلغ البوليس يقبض علينا وعليكم. تعالى اي حركه هضرب في الرقبه. اوعى تتحرك. عبدين خش لقتلي النهاردة انشكت وبلعت. اه يا نار لو يدي انت ما جيت على زمارة رجبتها. يا عمي هدي نفسك هدي نفسك لازم نعرف هي بس موجودة فين. الامور عمرها ما تتعالج بالعنف وبالتهديد ابدا. بتعصى وامري يا ابن اخوي بتعصى وامري. يا عمي هدي نفسك هدي نفسك لغاية بس ما نلاقيها. وابن عيب محدش رحمني. كل الناس دورولي وشهم حتى اخويا ابن امي وابويا. كل الناس ولادها بتاعي. محدش بيفكر انه يسرع عشان يعالج ولاده. دي غلطتك انت اللي ما عملتش حساب يوم زي ده. حساب ايه؟ لا واحد الله ده انا دخت السبع دخات على 100 جنيه لبنت زيزر الرقاصه محدش بل ليه واداهم لي. اسكت اسكت. شفتوا ازاي انكم تستحقوا الاعدام؟ اعدام؟ الواد ده حافظ كلام مجدي بدر الصحفي. ما انا مجدي بدر الصحفي وهفضل وراكم لحد ما اسلمكم الحبل المشنقه بايدي. انت مجدي بدر؟ شفت يا اخي الصدفه الغريبه؟ شفت؟ صدفه؟ ها؟ الصدفه دي لو حصلت في فيلم محدش هيصدقها. هي فعلا صدفه تقرف. ودي تبقى مين؟ انت مين يا شاب؟ مالكش دعوه بيها وابعد عنها. لا بس عشان نعرف جوزها ونتصل بيه ونسلمها له. انتوا سفله ونظريتي فعلا في محلها ومش ندمان عليها ابدا. تعرف يا نصر؟ اه الظاهر ان احنا مش بس اللي بنهرب. لا كل الناس بتهرب من الزعله، اللي بيهرب من امه واللي بيهرب من ابوه واللي بيهرب من الضرايب، امال ايه؟ كل الناس بتهرب. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نبلغ البوليس فيهم ونوديهم في داهيه. لا حرام حرام يا فندم، يتشينوا كفايه. انتوا ايه؟ ما عندكوش دم ولا ادب؟ عايز تعرف احنا مين؟ احنا ناس سرقنا بس بشرف. انت سرقت بس من غير شرف. سرقت عرض واحد تاني. الفلوس اللي احنا سرقناها ممكن تتعوض لكن العرض يتعوض ازاي؟ احنا عقوبتنا في الشرع بالكتير خالص قطع اليد، انما عقوبتك الرجم الاعدام. الاعدام اللي انت بتطالب لنا بيه انت احق الناس بيه. اخرس انت كذاب. احنا اشرف منك ومن اللي خلفوك. بس حلو بس خلي البي يخطب. استمر استمر يا متر. عين ايدك من عليها يا كلب. انا حلال عليك وحرام عليا انا بالله العظيم لا اكون بايسها البوسه الكبيره. تعالي سيبها يا سافل يا مجرم يا حيوان. سيبها سيبها يا نصر. انا عيان. سافل يا سافل. سيبها نصر. سيبها انا عيان. استنى ايه ده؟ ايه ده فن تضربني عشانها؟ معلش يا نصر احنا ناس كمر حراميه نسرق فلوس مش ستات. وتليفونكم مسدود ما بيتكلمش. قلت اجيب نفسي لحد هنا. يا اهلا وسهلا. هو وصل بس لحد اخوه يحلوا مشكل صغير كده. ياه ده انا كنت عايزاه ضروري ضروري ضروري. طب البي اخوه عنده تليفون؟ ايوه يا بنتي 912 530 900 ده ملاك الجيزه ده. تليفون تليفون 912 530. طيب بما ان بقى تليفونكم مسدود انا انزل اكلمه من بره. ممكن بره برضو يبقى تليفونهم مسدود. طب ما تديني العنوان احتياطي. شوفي يا بنتي. ايوه تعدي كوبري الزمالك كده. أيوة. تالت عوامه على اليمين كوبري الزمالك. طب انا عديت بقى كوبري الزمالك. في ناحيتين بقى يا فندم، ناحيه فيها البالون وناحيه فيها الغطيس. العوامه بقى لازق في البالون ولا في الغطيس؟ يا بنتي في البحر. عوامه عوامه. اه الله ده ايه ابن ستك بقى سباح بقى؟ لا ضابط بوليس اسم الله عليه. لا اله الا الله ضابط بوليس وسباح. والله خير ما عملتي يا فندم. انا اعرف ناس كتير يبقى ضابط ويعوم في الميه بيعوم بقى بره. بس يا ده انت الله فين العيله استمماتي؟ ايه ده ايه التهجم بالطريقه دي؟ في ذوق يا راجل انت. زوج للستات اللي عندها زوج، اما اللي تخطف النسوي من رجلتها مفيش زوج. الله 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 الله، انت فاكر نفسك ملك الهكسوس ولا ايه؟ الله الله الله. اسمع يا جدعان انت تحترم نفسك وتخليك جنطي، واذا ما حطيتش لسانك جوه بقك هطردك شر طرده بره. هو اللي دفع عن شرفه ينطق
شرف ليلى يهمنا اكتر منك، ولو كنت بصحيح خايف على بنت صغيره من دور بناتك ما كنتش اشتريتها بفلوسك. قالت هنت يا رجاله. شوف بقى يا جدع عم تلفس انت، ليلى لا يمكن هترجع لك تاني. بصراحه بقى انت راجل عجوز ومكركب ومناخيرك قد الكوز وبتاخد حقن جلوكوز في شنبك كمان، عاجبك ولا لا؟ اهدئ اهدئ. ايه انت مناخير دي ولا كيس دهني؟ عايز اعرف انت اتخلقت عشان تتهزق، عاجبك ولا لا؟ مين الواد الكابتن ده يا ام مجدي؟ واحده ربنا بعتها من السما تهزقك عشان تاخد بتار ليلى. انت حشره ادميه محسوبه على 44 مليون بصراحه، وانا بقول لك بقى ان ليلى لا يمكن هترجع لك بقى بصراحه. شو يعني اطلمت معايا بقى زي ما بطلمت معاك، وهتطلقك ليلى بقى وهتضربك بالبلغه. الرشيدي يتضرب بالبلغه دي القديمه، وليلى كمان اجدع منك بقى ومن اللي خلفوك. ها تعرف لو ما كنتش عيل صغير كنت اذبحك دم دم شكرا. معلش يا شاب اميره محترم. دي انسه دي ذكر يا جدع. بيقول لك عليا انا اللي انسى. معلش عينه ضربه ملف. انت شاب وسيم، انت بتقعد على اني قهوه؟ انت يعني عشان اجي نتصل مع بعض قبل لما يلمك. شوف بقى مع اني ما ترجمتش اللي انت قلته وعايز انيس عبيد كده تحتك، انما بقى اهو انت واللي خلفوك. على الهموم خليها لكم، اشبعوا بيه، بلغ ابوه وجميع المسؤولين عني اني هطالب بالثلاث. يلا يا جدع. يا الف نهار ابيض. يا سلام، قال يعني اتطلقت من مش عارف مين؟ دي تقعد على البساط وتختار ست سيدك. قال ليلى قال ما شافش ليلى ولا ايه؟ دي ليلى قمر، ليلى سكره، دي ليلى تتحط على الجرح تخليه مش عارف ايه يعني. انت تعرفيها ليلى؟ هي مين ليلى دي بصراحه؟ والله عمري ما سمعت عن حد اسمه ليلى. اما اروح بقى الحق الاستاذ مجدي. السلام عليكم. على فين؟ عند كوبري الزمالك وبعدين امبابه. مش سكتي. والنبي اعمل معروف وديني، وبعدين روح مشوارك. تروحي مدينه نصر يا ابني؟ انا عايز اروح امبابه. مدينه نصر احلى واهدى. احلى واهدى ازاي؟ مش فاهم انا. اهدى ازاي يعني؟ حفى الساحك وروقك وبعدين اوصلك. تروقني؟ شايفني معكره عشان تروقني؟ يلا يا ابني، يلا يا ابني ربنا يحنن عليك. يلا يلا. كده رجليك تتعب، ما بلاش نشفان مخ وتعالي. لاني هخلي ليلتك مطينه بطين. دمك خفيف واخر ضرب. وانت دمك اخر سم.
واحدة ست. أنا ولايا. اشمعنى احنا اللي طالب لنا اعدام؟ اللي بيهلبوا دول منحرفين وواجب المجتمع يعاقبهم. يعاقب؟ قال يعاقب، يعاقب مين ولا مين يابا؟ لو عايزين يعاقبوا كانوا عاقبوا نص الناس اللي موجوده. منحرفين في كل مجتمع قله. عاملين زي نقطه الحبر لو وقعت في برميل ميه اتعكروا. عليك كلام الجدع ده، تعرف يا نصر انا اعرف واحد صاحبي صاحب بوتيك بيكسب 3000 جنيه في اليوم من الاسبراكس. ما في اصحاب بوتيكات كتير شرفه. مش مهمة البوليس لوحده انه يعاقبهم، دي مهمة كل انسان شريف. معقولة واحد غلبان زي يروح لواحد فيهم ويقول له انت حرامي؟ طب ده اقل واحد فيهم راكب السوزوكي، واللي راكب التمساحة، واللي راكب الحلوفة، واللي راكب الخنزيرة. مع ان الخنزيرة حرام. لو سمحت يا بيه ثانية واحدة بس احسن، لا مؤاخذة الجزمة زمت على صوابعي. سيادتك تلاقي الصباع الوسطاني بقى الاثنين الشمال والاثنين اليمين زمتين عليه قوي، مش سيادتك برضه المسؤول عن البقعه دي؟ بقعه؟ المنطقه يعني. اه حضرتك عايزه ايه بالظبط؟ انا عايزه يا بيه تالت عوامه على اليمين في الخطيف. تالت عوامه؟ ايوه. ادي عوامه الثانيه، الثالثه تبقى هي. يا سلام. طب افرض بقى انا عديت وطلع العد مش مظبوط وما طلعتش عوامه المقدم سمير بدر، اتدبس؟ فهمت. تعالى اوصلك عوامه سياده المقدم بدر. طب يا بيه اتفضلي. بس بشوش عشان زامت عليا قوي يا مؤاخذه. مش عايز اي حاجه من المطبخ؟ هدعبس على اي مأكولات. انت ما بتشبعش. واشبع ليه؟ ربتاتورا. وهكلم لك بقى سياده المقدم عشان يرقيك صول. شكل انا كده كويس خالص. ولا اقول لك يرقيك كولوستاف ده احسن. ما لغوها من زمان. لغوها ده ما رجعوها لك تاني. الله، اسمع انت هتخش معايا؟ استناكي لما تتاكدي من وجودهم جوه. طيب صح. طب اتفضل حضرتك. اسمع، اسمك ايه؟ مفيش جاعة دلوقتي، وحابة اتصل بحضرتك في الجريدة. طيب، بقول لهم نجلاء فتحي. لا، اقول لهم نجلاء عبد الفضيل الجعر. اسمك الجعر؟ الجاكيتة ولا على ايه نشحتها؟ ده لازم سمير. سمير خش يا سمير. خش يا سمير، ده صوت الأستاذ مجدي. المخنفر اللي هناك ده، وبعدين ايه انت مالك عم ايه ده؟ شويه بتكلم. وبعدين رحت في ايه ده؟ بتكلم يا اخ، يعني لما ابقى بتكلم مع العالم ما تبقاش ايه يعني بس. ورحت قالت الراجل عايز يطلق اهل البيت. يا حلاوه يا ابني يا حبيبي. ايه يا ابني؟ ايه؟ اديك ايدي ليه؟ اديني ايدك. ايه اديك ايه؟ قال اديني ايدك. وانا يعني يهمني ايه ده عندك؟ يعني انت يعني عامل لي فيها فونت ولا ايه؟ ايه ايدي وبيعمل كده ليه؟ بيعمل كده ليه؟ عصبي ليه؟ ما تدوله مهدئات ولا حاجة؟ الأخ تعبان. إيه يا ابني في إيه؟ إيه كتفتني يعني؟ طب ما أنا ممكن أضربك برجليا، ده أنا بلعب كاراتيه وبعمل عمايل سودا. لا لعلمك يعني، مش أي كلام. إيه ده؟ طب ما أنا ممكن أشتمك بقى بلساني وأقول لك كلام بقى يعني، وربنا بقى يعمل فيك عمايل سودا بصراحة. هيوي. هيوي. ثلاثة بالله
بالله العظيم الكلام اللي انت بتعمله ده ما هو في مصلحتك خالص. اخلصي. ولعلمك بقى انا قرايبي كلهم ضباط بوليس ومصريين. اخلصي. اسكتي اسكتي. وهوديك في داهيه وهحرقع 180 صوت وهتشوف ايه. اسكت يا نجلاء. اسكت ايه بس؟ اسكت ايه في اللي بيجرى لنا ده؟ مش مزه. خلفاء ليه دول في التلاجة؟ فراخ ووسك عليه كلبنا، كلب ابيض وكلب اسود. تاخد النوفي يا وهم. ندي ما انت بتفس كده، كل حاجة عايز تاخدها، الفراخ تاخدها والفلوس تاخدها. بس لو جبت سبت الفلوس قبل ما نخرج من هنا هرميك في النيل. شيخ يا شرب. ايه ده؟ انت بتزايق ليه كده؟ مين اللي بيزايق؟ بباطن الارض حيث تجري الامواج والانهار ويستريح الناس. ها اسمع بس، هقول لك كلام له خلفيات. الواد فهمي ابن الحراميه مش عايز يقول الفلوس فين، وانا عايزك تيجي اوان عشان اقرره قدامك. انا عارفك انك حازم، على بسرعه واقول لك. رايحه فين؟ اقعدي مش عيب، هطلع عينك لو فتحت بقك. ايوه يا ناصر، تالت عمى بعد الكوبري اخبط تلات خبطات. طيب جاي لك حالا. خلاص يا ست فرجت، هاخد عربيتك واجيبها لك حالا. ده ترجع انت ولا هما؟ الو، انا ملازم حسن عبد الحميد. كل الوقت ده في الحمام؟ اه في الحمام، هنتخانق كمان على الحمام. الست يا سيدي كانت عايزه تهرب. اسمع فهم، الناس دول اشرار ولازم نتخلص منهم ونخرج منها باسرع ما يمكن. مش ممكن نخرج قبل الفجر. طب بقى على ما الفجر يجي بقى اروح اشوف لي هدمتين عشان مش حد يكشفني. نضيع كل الوقت كده. هو ده الوصل؟ ايوه يا فندم، بس عجيبه المقدم سمير بدر. ايوه 112 112. نصر نصر ايه ده؟ بوليس. بوليس ايه يا اخي؟ ده انا نصر، بس انت مش عارف. اوعى تضرب لحسن ترتكب جريمتين. ايه رايك نفتح؟ اديني مسدس وافتح، اذا لقيت حد خطر علينا انا هضرب في المليان. هات فلوس واخد نصيبي. لا هتستنى معايا للفجر. ليه؟ الطريق امان. لا هتستنى معانا. ايه اللي جاب الخلق دي هنا؟ الاستاذ مجدي بدر الصحفي بتاع المشنقه. هو بعيد. الله يخرب بيته. يلا بينا نتفاهم بعيد عن الخلق. طب استنى اسمعوني انتوا، انا هقفل الباب. يلا حد يتحرك. اوعى لحسن اضرب في المليان. اوعى. اقعدي اقعدي. الفلوس فين؟ لا مش هقول على مكان الفلوس الا وقت ظهور الفلوس. وهتظهر امتى الفلوس؟
لما اروح عندها احنا الثلاثه ونطلعها. بلاش ملاوعه يا فهمي، قول لنا الفلوس فين. ما هو مش عايز يقول طريق الفلوس فين يا مصر. هيقول هيقول غصب عنني عينه. الله مصر فهمي. ايه ده؟ ولا اي حركه هرب الفلوس. طيب شفش دماغك يا فاهم، قول لنا مخبي الفلوس فين. مش هقول. معلش يا استاذ ربنا قلب قبل كده. بلاش هزار وقول مخبي الفلوس فين. هقول الفلوس مخبيها في الدراسه ورا جامع سيدي عبد القادر. جامع سيدي عبد القادر؟ انا عارف. قوم بينا. يلا بينا. بس بيقسم على اثنين. بس اعمل حسابك لو كنت بتكذب علينا ابنك سعيد هتفهمه في المكان اللي قلت عليه. لا لا لا، الفلوس الفلوس مخبيها في المعادي، هنقسم على ثلاثة. يا ابن اللئيمة عندك يا مرة. ايه 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 تودونا في داهية، هنسيبكم وربنا يرزقكم اللي فوق. امشي بقى اوعى طيب ما تزورش. ماشي بقى بقى وامشي. عليكي بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاجك السلطات. يا أف يمكن اتفضلي.
خدتوش نصيبكم من ده. بعدين رايحين ناخد. رايحين ناخد اهو. يلا تعالي. ما جيتيش ليه؟ انت هتفضلي قاعده كده؟ يلا اركبي. يلا زقيه وقدفي بايدك. يلا قدفي يا امين.
انت مين؟ انت طلعت لي منين؟ من فضلك ودي وشك الناحيه التانية. خايفة من ايه؟ عمرك ما شفتي بني ادم؟ انت طلعت لي منين؟ امشي يلا. انت مش بتنكسف؟ اتكسف ليه؟ واحدة بتستحمى وهي لابسة هدوم. امال لو كنت لابسة مايو كنت عملتي ايه؟ كنت مت من الكسوف. طب يا ستي بسيط. وادي فستانك اهو. لا خليك عندك وحط الفستان على الارض وامشي. امشي ما تقربش مني. من فضلك ابعد بعيد لحد ما البس هدومي وامشي من هنا. طيب انت حر. انا هبعد لغايه ما ابقى نقطه قد كده وانت تطلعي في الشاليه بتاعي وتغيري هدومك. هو ده الشاليه بتاعك؟ ايوه. طب متشكر. تعرفي انك حلوه قوي ورقيقه قوي. امشي ارجوك امشي. همشي بس لازم اشوفك تاني. لازم نتقابل تاني. ما تمشي. حاضر. مالك يا أمين؟ صحياني معاكي. أنا خايفة. المركب ضاعت. عاملة ده كله عشان المركب ضاعت؟ سراء. سراء. أنا قابلت ولد. ولد؟ أنتِ لحقتي؟ وعاملة نفسك إنك خيبة. فين الولد ده؟ قابلتيه إزاي؟ وفين؟ ده عايش قريب من هنا. وبيعمل إيه ده؟ مش عارف. هو حلو قوي. هو اللي خد منك المركب؟ لا انا سبتها هناك. خلاص بكره نروح نجيبها. لا روحي انت جيبيها. انا ما اقدرش اروح. وانا هعرف منين مطرح؟ ماليش دعوه. انا مش هروح. مش عايزه تروحي ليه؟ لا روحي انت. انا خايفه. تعرفي انك دم خفيف خالص وبتقولي حاجات غريبه. خايفه من ايه؟ هو انت لو رحتي هيخطفك؟ اه يمكن يخطفني. للدرجه دي؟ ايوه للدرجه دي. انا عندي خطيبي ما اروحش اقابل شبان. حرام. انا اتخطبت وخلاص. اسمعي احنا نروح سوا توريني مطرح القارب. لا هتقفي من بعيد تشاوري لي عليه. بس من بعيد. من بعيد خالص. من بعيد خالص. اركبوا بسرعة يلا. تعالي. ايه ده؟ سيبيني. اركبي انت. تعالي تعالي بس تعالي ما تخافيش انا معاكي. على فكرة انت ليكي عندي حاجة. المركب. انت ليه جريتي امبارح؟ اصل كنت مستعجلة. وانا كمان مستعجل. انت بتعمل ايه هنا؟ بتشتغل ايه؟ مهندس في مجمع الالومنيوم. لكن عندي هواية بعملها لهواه صيد السمك. المنطقة دي مليانة سمك وبيجي لها صيادين من كل الدنيا. وأنا عندي لوكاندا صغيرة بينزلوا فيها ويعملوا مباريات في الصيد. فكرت في المشروع بتكاليف قليلة. بس بحلم في المستقبل إنه يبقى مشروع كبير. حاسب
حاسب حاسب الله ما ركبتش ايه؟ سراء 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 استني انت رايحه فين؟ سيبني سراء ما تبقيش يا سراء سراء اوعى سراء ما تمشيش سراء تعالي يا سراء ما تسيبنيش لوحدي سراء يظهر انك غاويه تنزلي المايه بهدومك. انت انقذتيني من الموت. شفتي؟ تبقى حياتك دلوقتي ملكي، يعني انت بتاعتي. بتاعتك؟ يبقى ارمي نفسي في البحر تاني. تعالي هنا، وانت كل حاجه تصدقيها؟ سيب ايدي. ياه، ده انت صعبه خالص. ايوه انا صعب، صعبه خالص. ومتشكره جدا انك انقذت حياتي، انا ماشيه. تعالي هنا. ماشيه ازاي؟ وانا هسيبك بعد كده؟ عايزه تمشي وتاخدي قلبي معاكي. طب هات يا قلبي وبعدين ابقى امشي. والله ما خدت حاجة. لا خدتي. من فضلك وفر الكلام ده. أنا مش بتاعت كده. بابا صعب خالص. ولو عرف إني كلمتك ولا وقفت معاك كده هيموتني. طب هاتيلي باباكي ده وشوفي هعمل معاه إيه. لا مالكش دعوة ببابا. وبعدين عايزاك تعرف حاجة. أنا مخطوبة. أيوه مخطوبة للأستاذ جاد. ده طيب خالص. حتى هو اللي اقنع بابا نياكي هنا ولولا ما كنتش جيت هنا خالص. انت مخطوبه؟ ايوه. مش شفت الدبله؟ اهي. يا خساره مفيش بقى. انا عارف بس استعجلتي ليه؟ انا ما استعجلتش. بابا هو اللي كان مستعجل. سعيده بقى. هتمشي وانت مبلوله كده؟ معلش. خلاص. أمينة، أنت عارفة الواحد بيحب مرة واحدة في حياته. الحب قضاء وقدر، وأنت قدري. أنت طلعتيلي من البحر فجأة وقلتيلي أنا حبيتك. أنا قلت كده؟ أنت كداب. صحيح ما قلتيش بصوتك، لكن عينيكي قالت، شفايفك من غير ما تتحرك قالت، كل حتة فيكي بتصرخ وتقول أنا حبيتك. لا بقى، أنا قلت لك إني مخطوبة. من فضلك. ده بابا صعب خالص. أمين. لا ما تكلمنيش. وكلمني من بعيد من فضلك. حاضر حاضر، هكلمك من بعيد أهو. وما تكلمنيش من بعيد كمان. خايفة مني؟ بصراحة خايفة تحبيني؟ أحبك؟ أحبك إزاي؟ ده الحب عيب وحرام. الحب مش عيب ولا حرام. اللي علمك الكلام ده حرام عليه والله. ما تقولش كده على بابا. الحرمان والكبت هما اللي حرام. هما اللي بيحولوا الانسان لحيوان. يعني ايه؟ عاوزني اقابل شبان واصاحبهم واحبهم؟ مش معقول. امين، الصداقه بين ولد وبنت مش عيب. الحب البريء اللي نهايته الجواز اجمل حاجه في الدنيا. فضلك عاوزاكي فيها واحدة. عاوزة ايه يا أمين؟ عاوزة أروح. تروحي؟ احنا عيال هنا ولا ايه؟ بقى جاية تندهيلي عشان تقوليلي عاوزة أروح؟ أيوة عاوزة أروح.
مالك يا امينه؟ ايه اللي مضايقك؟ في حاجه حصلت؟ يلا كده البسي المايوه بتاعك وانزلي البحر زي زمايلك. ما عنديش مايوه وانا مش زي زمايلي ومش عاوز انزل البحر كمان. هتسافري؟ ايوه. مصممه؟ ايوه. طب ما تنامي بقى. مش هنام. وانا زين بقيت تفضلي مصحياني جنبك كده؟ هو انا اللي بحب؟ يعني انا اللي بحب؟ طبعا بتحبي. صحيح يا سناء انا بحب. ما تعمليش نفسك عبيطه. امال عايزه تهربي ليه؟ ههرب عشان ابعد. تفتكري لو هربتي منه هتقدري تهربي من نفسك؟ معرفش ربيك انا هعرف ازاي ربيك وهبطلك استفاله قليل الادب. انا مستفل ولا قليل ادب، انا كنت ماشي بحالي. انا هحرقلك شعرك ده. لا يبقى نروح القسم. قسم؟ ما انا برضه هربيك في حدود القانون. انا هحرقلك شعرك ده بالموس. بابا سيبه يا بابا، انت عايز تبهدلني؟ سيبه عشان خاطري. عشان خاطرك بس يا امينه، لكن لو شفتك هنا تاني انا مش هحرقلك شعرك بالموس، انا هحطه برقبتك. بابا سيبه إيه؟ سيبه بقى يا بابا. يلا بينا يلا. افتحي يا امينه، افتحي افتحي يا امينه افتحي. امشي 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 امشي. مش همشي، ده انا ما صدقت انه راح يصلي الجمعه. هو بيسيبك ابدا؟ امشي بقول لك امشي. عايزه الصراحه بقى، انا حبيتك ومش قادر على بعدك. يا حسني يا حسني يا حسني. طب اذا كنت بتحبني صحيح مش خايف حد يشوفنا؟ عاوز تفضحني؟ طب افتحي بس دقيقة واحدة، هخش أقول لك كلمتين وأخرج على طول. تخش؟ اخرج بره. الله يخليك اخرج بره. اسكتي، أنت فاهمة بقول لك إيه؟ اسكتي. حاضر. ما أنا ساكتة أهو. في حاجة تانية عايز أعرفها. انت بتحبي خطيبك؟ بقولك بتحبي خطيبك؟ لا. في حاجة كمان عايز اعرفها. قلقاني ومسهراني وتعباني قوي. انت يوم ما سافرتي
بصيتي عليا بوشك اللي زي الملاك ده من الشباك وانا نايم، كان حقيقه ولا خيال؟ ارجوكي فاهميني. لا ما كانش خيال، انا رحت وبصيت عليك. تبقي بتحبيني؟ طب اسكت وطي صوتك، والنبي توطي صوتك، هتوديني في داهيه. تبقي بتحبيني زي ما بحبك؟ بتحبيني يا امينه؟ هي دي الحاجه اللي كنت عاوز اعرفها. طب امشي بقى. امشي وبعدين هنعمل ايه؟ هتتجوزي واحد ما بتحبهوش وتسيبي اللي بتحبيه؟ بتسالني انت ملك نفسك؟ انا مش ملك نفسي، انا ملك بابا. لا احنا مش عبيد، احنا لازم نصور ونصرخ ونقول لهم ان احنا احرار، مش عشان هم خلفونا وجابونا الدنيا نبقى عبيد ليهم. لا بابا زمانه جاي من الصلاه. عايزك تقفي قدامه وتقولي له لا انا مش هتجوز الا اللي انا بحبه. كده اقول لبابا كده؟ كانك متعرفوش. اعرف وبتقولي اقف قدامه واقول له اني بحبك؟ طب عملت انت ايه لما كان هيحلق لك شعرك؟ كنت بحترمه عشان خاطرك، ثم ان ده شعري مش حياتي. احنا دلوقتي بندافع عن حياتنا ومستقبلنا، مش بندافع عن شعرنا. مستحيل، ما اقدرش اقول حاجه زي دي، كان يقتلني. اقول له انا ولا انت؟ خايفه؟ ايوه خايفه. خلاص سيبيني انا اتصرف. طب امشي بقى. انا همشي دلوقتي بس عشان خاطرك، بس بعد كده ليا تصرف تاني. باي باي يا امينه. باي باي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. جمعني ان شاء الله. حضرتك عاوز حاجة؟ لا ابدا. امينة في حد خبط عليك وانا في الجامعة؟ ايه؟ حد؟ سلام. انت طالع نازل في البيت، تعال هنا. انت حرامي. حرامي؟ حرامي ايه بس؟ انا مش حرامي. انت مش حرامي يا بابا. اسكت انت، انت حرامي يا جيران يا بوليس. انا زبطت حرامي. ده مش حرامي. اسكت انت، انت حرامي. سيبني انا مش حرامي. حرامي؟ ده مش حرامي يا بابا، مش حرامي. انا اعرفه واعرف. تعرفيه؟ تعرفيه منين؟ من زمان يا عم. من زمان وفين وامتى وازاي؟ سيبني بس يا عمي وانا فاهمك كل حاجه. عمي انت بتقول لي يا عمي؟ وابويا كمان، ابو امينه يبقى ابويا. شويه شويه بقى امك. لا العفو يا عمي ما اقصدش. ايه اللي بيقوله ده؟ ايه اللي بسمعه ده؟ امينة يا عمي وكلمنا. انا هكلمك، عاوز تقول ايه؟ اتكلم. عايز اقول ان انا جاي اطلب ايدها. تطلب ايدها؟ يطلب ايدها؟ ازاي ده؟ يطلب ايدها؟ ازاي؟ كويس. كويس خالص. جاي يطلب ايد امينه. ده انا بقى اسعد واحد في الدنيا يا عمي لو حضرتك. ما تقولش يا عمي. حاضر. بتقول انك تعرفوا بعض ازاي؟ من البحر الاحمر. وايه الصله اللي بينكم؟ بحبها. كده مره واحده هي اللي هتقعد؟ حبيتها من اول نظره. اول نظره؟ انت كمان حبيتي من اول نظره؟ اتكلمي، رد عليا انطقي. خلصكم مني. امينه امينه. امينه. أمينة حرام عليك يا بنتي مرمطيني بالشكل ده، ده أنت مخطوبة.
عاوز الناس تاكل وشي. مخطوبة الواحد مننا واحنا منه. لو يهمك سعادة أمينة ما تخصبش عليها، سيبها هي تختار. ما تستغلش الظروف، أنا ما أحبش الليل وتراعي ويستغل ضعفي من ناحية بنتي. أنا ما استغلتش أي ظروف ولا حاجة، بالعكس أنا ما عملتش حاجة غلط. أنا جيت لك من الباب، ليه تضطرني إن أنا أجي لك من الشباك؟ الغلط هو إنك تعاملنا بالقسوة دي. شايفة أمينة بيتحدى أبوك إزاي؟ شايفة بيكلمني إزاي؟ أنا بعاملك بالقسوة؟ ده أنا ضحيت كل عمري علشانك، كنا أسعد عيلة في الدنيا. شايفة إيه اللي جرانا؟ أنت كنت هتكفري من شوية وترمي نفسك، وأنا واقف قدامك صغير ماليش كلمة. ما كناش كده، الشيطان دخل بينا. ما كناش كده أبدا يا أمينة، ما كناش كده. بابا أنا ما أقدرش أعمل حاجة أبدا من غير موافقة بابا. بابا مش عايز، يبقى خلاص. خلاص. أيوة خلاص. أنا مخطوبة. كنت فاهم يا أمينة إنك هتفهميني وإنك هتسوري على الظلم. بابا مش ظالم، أنا عارفة إنه بيحبني وإنه بيخاف عليا أكتر مني. اللي يعجبك. عاوزك تعهديني يا امينه انك تكوني زوجه صالحه لخطيبك علشان تريحي قلبي. الجدعان يا جاد، الامتحانات قربت وبعدها نكتب الكتاب وتدخل على طول ان شاء الله. يلا يا ولد امشي انت وهي امشي. حاسب بقى رايي، حاسب بقى هنا. يس يس. يلا بقى يا ريس، على اقل من مهلك، احنا ساكنين في اخر دور اللي فوق ده. مبروك يا اخويا، الله يبارك فيكي. تعالي شوفي اوضه النوم، هتعجبك قوي. مشغوله في المذاكره. بتذاكري في ايه؟ في الاقتصاد، دي ماده مهمه قوي، انا اقدر اساعدك فيها. دي ماده سهله قوي ومش محتاجة فيها مساعدة. على العموم أنا جنبك، أي حاجة صعبة أشرحها لك. Thank you.
باقي من الزمن نصف ساعة. أنسة أمينة. أيوة. جواب عشاني. جواب عشاني أنا؟ أيوة. حبيبتي أمينة، من البحر الأحمر أكتب إليك. أمام البحر في المكان الذي رأيتك فيه لأول مرة، الموج الرمال والسماء، كل شبر في هذا المكان. أعيش في لحظات لقائنا، أسمع صوتك، أرى عينيك، لا أستطيع أبدا أن أنساك يا حبيبتي. إنني أحلم، أحلم في كل لحظة أن أراك. أنا أريدك أن تختاري. أنتظرك يا أمينة، نبني مستقبلنا معا. حبيبك شريف. خير إن شاء الله. أنا سألت زمايلك اللي خرجوا قبل منك وقالوا الامتحان سهل. تعال جيب لي الكزوزة، افتح لها واحدة. حياتي انت، تعرفي عملت ايه النهارده؟ رحت البوسطه وسحبت كل الرصيد، هبيض الاوضه واكتب كتابك واسفرك انت وجاد على اسكندريه تتفسحوا الكوريا. شد حيلك يا ريس شويه. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا جاد؟ الله يسلمك يا عمي. عاملين ايه في الشغل؟ الحمد لله. المفروض المنجد يخلص الشغل قبل الانسه امينه ما تيجي من الامتحان. شد حيلك يا ريس شويه. ايوه. عملت ايه في الامتحان؟ أنا تعبان. ناجحة إن شاء الله. إن شاء الله. خلي بالك من الوزر يا اسطى. بتقولي ايه يا امينه؟ مش عاوزه اتجوز يا بابا، مش عاوزه اتجوز. يلا يلا قوم اهو. ايه اللي حصل يا بيه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف شو خلاص. يلا يلا العده بس. بعدين 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 بعدين. ايه اللي بتقوليه ده؟ مش عاوزه اتجوز يا بابا. ايه اللي تعدى في فوضى؟ لازم تتجوزي. مش هتجوز. ارجوك يا عمي مش كده. سيبني سيبني يا جد. لا مش هسيبك. أرجوك اهدى شوية، المسائل ما بتتحلش بالشكل ده. اتفضل أنت يا أنسة أمينة. أرجوك يا عم، أرجوك سيبنا أدخل لها أوضتها أتفاهم معاها. اتفضل. إيه يا أمينة ده؟ إيه الكلام اللي أنت قلتيه ده؟ قد كده ما بتحبنيش؟ معلش، الحب بيجي بعد الجواز. لا 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 كده. ايوه تبقى عاوزه تحطميني، عاوزه تضيعيني. عارفه يا امينه انت ايه بالنسبه لي؟ مش عايز اعرف، مش عايز اعرف. لا لازم تعرفي، لازم تسمعي كلامي. ازاي تحكمي بالاعدام على واحد ما تعرفيهوش ومش عاوزه تسمعي دفاعه؟
ده انا اهون عليا، افرط في روحي ولا افرطش فيكي؟ ده انت النعمه الوحيده في حياتي. عايزني اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ تصوري ان مفيش بنت واحده قالت لي صباح الخير. ليه البنات ما بيحبونيش؟ ليه؟ عشان موظف غلبان؟ عشان ما عنديش فلوس البس كويس؟ عشان ما هيتي صغيره يا دوب معيشاني انا وامي؟ عمي عبد الحكيم فتح لي باب الجنة، فتح لي بيته، اداني الأمل والحب، وانت عاوزة تضيعي مني ده كله ليه يا أمينة؟ ليه؟ ده أنا بحبك. سيبني دلوقتي من فضلك يا أستاذ كده، أنا محتارة، أنا كمان بتعذب، ربنا اللي يعلم بكل واحد فينا، ربنا هو اللي يعلم. حاضر، أنا خارج، بس قلبي مطمن من ناحيتي. وعارف قد ايه انت انسانه رقيقه وحنينه، مش ممكن ابدا ابدا هتكون السبب في اعدام انسان.